عارف عدد الخلفاء الراشدين واسمائهم؟ طبعا أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. هم أربعة، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب. عددهم أربعة، وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب. سيدنا علي وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان اللهم صل على النبي وسيدنا أبو بكر الصديق. أربعة، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان أبو بكر الصديق طبعا. بس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه.